وفي مشهد يعكس تناقضات صارخة مع القوانين الدولية وما يعني تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية حقوق الطفل، أيضا قضت محكمة إسرائيلية بسجن الطفل المقدسي أيهم السليمة 14 عاما لمدة عام بعد أن أمضى عاما ونصف بالحبس المنزلي بتهمة رشق مستوطنين بالحجارة. يأتي هذا الحكم رغم عدم بلوغه السن القانونية للاعتقال، وطبعا في ظل قانون إسرائيلي جديد يتيح سجن الأطفال الفلسطينيين حتى قبل بلوغهم 14 عاما، ورغم توقيع إسرائيل على الاتفاقية يستمر اعتقال أكثر من 270 طفلا فلسطينيا في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية. أيهم السليمة لاقى تفاعل كبير جدا معه على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا رانيا تقول: أصغر أسير في سجون الاحتلال، الحكم على الطفل المقدسي أيهم السليمة 14 عاما بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا تبدأ في شهر ديسمبر المقبل. نقرأ تعليق إضافي. حبيبة تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أبعد هذا الإجرام، إجرام في حق الطفل.